فترة العالم كله بيعاني فيها، وورانا زي ما احنا شايفين المراكب معدية، يعني صف لا ينتهي. ده ايه؟ هل ده العادي ولا ده الوضع عامل ازاي؟ لا، هو طبعا مش ده العادي في الوقت ده، الظروف اللي احنا موجودين فيها في اكتر من ازمه موجوده، ازمه كورونا، ازمه ان سعر الوقود انخفض البترول، وبالتالي مراكب تانية بتفضل طرق اخرى بديله اطول، لكن الوقود بتاعها دام قليل السعر اقل ممكن يعدي منها، في ظل ظروف حرب موجوده اقتصاديه ما بين امريكا والصين، في ظل ظروف حظر على ايران تصدير البترول، كل دي حاجات بتاثر اساسا على قناه السويس. ولكن احنا عملنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا اشتغلنا على الموضوع ده، وبدأنا بدائل كتير. والاستجابات بقى عامله ازاي؟ يعني استجابات، يعني انا اعتقد ان كنت قريت حاجه انكم عملتم او طلبتم دراسه تتعمل من احدى الجهات للبحوث عشان خاطر تقدروا تعرفوا منها الرسوم تتغير ازاي او تعدل. صحيح، احنا طبعا عندنا اساسا الوحده الحسابيه عندنا والاقتصاديه في اداره التخطيط والنفوس، دي وحده اساسا متخصصه للموضوع ده، ان هي بتحسب السفينه بالكامل، لو هتعدي من عندي هتدفع كام، ولو عدت من اي طريق تاني تدفع كام، ولو انا عملت لها تخفيض قد ايه هيجي ولا مش هيجي. يعني وفي مراكب طبعا كده كده مش هتعدي من عندي، بس هي طريقها هو كده الاقصر حتى لو انا بدي له تخفيضات. فبالتالي احنا بنحسب حسبه معينه كده في الاخر ان اخد اكبر نسبه من السفن. مش الاقصر، طريقها الاطول ولكن اوفر له اوفر له في حاجات اخرى ثانيه. طبعا فيعني كده في كده في مراكب مش هتعدي من عندي، فدايما احنا عينينا على المراكب اللي ممكن تعدي من عندي، يعني اللي هو عنده احتماليه انه يعدي من عندي. وانا ليا طبعا ناس يعني شمال غرب اوروبا ده كله انا باخده تقريبا، يعني كله بيعدي من عندي. وكان عندي بقى زبون ما كانش بيجي خالص، اللي هو الشمال الشرقي الامريكي واللي رايح الفار ايست، كان دايما بيعدي من راس الرجاء الصالح عن طريق بنما وراس الرجاء الصالح. احنا حسبنا الحسبه بتاعه التخفيضات بتاعته، كنا عاملين تخفيضات من 35% ل 45% قبل ازمه كورونا والوقود، وصلناه لغايه 75%. احنا كسبنا خلال هنقول من اول منشور ما نزلناه من ابريل لغايه يونيو 150 سفينه ما كانتش تعدي. 150 سفينه ما كانتش تعدي. الناس بتتكلم مع الفريق.